الاختيار المناسب لعمليات تصحيح الإبصار. حقيقة الاختيار المناسب لعملية تصحيح الإبصار ده معتمد على كذا فاكتور، معتمد على كذا عامل. أول عامل فيهم مقاسات حضرتك قد إيه، سمك القرنية بتاعت حضرتك قد إيه، نشاطات حضرتك، هل بتمارس رياضة ولا مش بتمارس رياضة، تستخدم الكمبيوتر كتير ولا لأ، في قيادة لسيارة بالليل كتير بكثرة ولا لأ. إحنا بنعمل كافة الفحوصات بتاعتنا، بناخد المقاس بتاعنا، بناخد الهيستوري بتاعنا، بنشوف حضرتك هواياتك إيه، بنحدد العملية المناسبة لحضرتك بناء على هذا الأساس. في بعض الناس بيبقى عندهم اختيار واحد لعملية تصحيح الإبصار بناء على حالة العين، وفي بعض الناس بيبقى قدامهم كذا اختيار. كذا اختيار بيبقى متوقف على سرعة الاستشفاء. في بعض الناس لا، حابب ينزل الشغل بكرة. في بعض الناس بيحب يمارس الرياضة بكثرة فمحتاج عملية آمنة في الرياضة. في بعض الناس ظروف عملهم تتعارض مع أخذ أجازة لفترات طويلة فمحتاجين استشفاء سريع. وكمان بيدخل العامل المادي ما بين العوامل المتاحة. احنا بنشرح لحضرتك كل عملية ايه المميزات بتاعتها وسرعة الاستشفاء بتاع كل عملية فيهم، ونختار مع بعض الحل الأمثل اللي يحقق لي في الآخر عامل الاستفادة وفي نفس الوقت عامل الأمان في العملية. هل مريض السكر يصلح له عمليات تصحيح الإبصار المختلفة؟ لو أنا مريض سكر هل ينفع أستغنى عن النظارة بتاعتي؟ تمام، الإجابة على هذا السؤال أولاً لازم يكون السكر، مستوى السكر منخفض منتظم، ناخد العلاج بتاعنا بانتظام، نظبط الأكل بتاعي بالفحص الطبي اللي بيقوم به الطبيب، تكون حالة العين مناسبة، القرنية كويسة، العدسة كويسة، الشبكية كويسة، مع تنظيم السكر في فترة العملية أسبوع قبل وأسبوع بعد. إن شاء الله ساعتها نقدر نصلح الإبصار لمريض السكر.